ولذلك قال أنه من صلى علي في يوم الجمعة وليلتها كنت له شهيدا يوم القيامة. ولهذا واحد من العارفين الفهمين الحاذقين قال: أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب، واطلب بها ما ترتجيه تنل بها أوفى نصيب. فالله صلى والملائكة الكرام على الحبيب، وأنال من صلى عليه الخير والمدد الرحيب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، فإذا دعوت الله في أمر صغير أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم.